أسعد الله صباحكم ومساءكم مع أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس في رحلة في ملامح في الذاكرة الإريترية، الزمان والمكان وما بينهما. في هذه الرحلة نصطحب معنا الأستاذ المناضل صالح سليمان آدم. أستاذ صالح، كنا وقفنا في المنطقة الثالثة وتجربتك واللي كانت فيها معارك حامية البطيس. في هذه المعركة كما كانت المنطقة الثالثة نقطة انتقال في تجربة الثورة الإريترية من المنخفضات إلى المرتفعات، كنت أيضا أنت في مرحلة من المراحل نتيجة نضالاتك ومشاركاتك في هذه التجربة والمعارك، وأنت قائم على الجهاز الصحي، أنك أصبت في إحدى المعارك التي أثرت في مشاركتك، طبيعة المشاركة من كادر يحسب لجيش التحرير، إلى أن تصل بك الحالة بأنه تتغير مسارات عملك ومساهمتك في الثورة الإريترية نتيجتها. هل حدثتنا عن المعركة التي تمت فيها إصابتك؟ وهل حدثتنا عن الإصابة وأثرها في تغييرك من أن تكون في جهاز وفي قطاع إلى قطاع آخر في ضمن أجهزة تنظيم ومسارات جبهة التحرير الإريترية؟ تفضل أستاذ صالح. شكرا أستاذ. زي ما تفضلت، هو غير من مسار العسكري الميداني الصحي إلى مجال آخر، وهو ركن من أركان الثورة. كانت حصلت معركة الدقالة. من قبله كان في جراح طفيف في درعبوش. نحن جينا مجموعة في درعبوش، بالمناسبة مش صحي أيضا نظرا لقلة المتعلمين في الفترة ديك. تشتغل كل الشغل في ذاك، في التعبئة، في تنظيم، وباعتبار كنت مسؤول الصحي في منطقة السرعية بالكامل. كنا نشتري أدوية من مناطق مندف، من مندفرة بالذات. مرة رسلنا واحد اسمه قبر هويت، صاحب دكان، مش جاب لنا أدوية. وفي الصباح دي عشان أذكرها باعتبار مهمة، عندها علاقة سياسية وأيضا علاقة الجبهة مع المجتمع. هو لما جاب المعركة درابوش، أنا قاعد أتكلم في المنطقة اللي كان حصل فيها معركة درابوش مع القابر اللي أخذت يوم كامل. أيوة. من نفس المنطقة رسل له واحد اسمه قبر هويت. أيوة. صاحب دكان يجيب لنا أدوية. بعد ما جاب أدوية بالليل، أنا وزع الأدوية في أمناء الصحيين معانا، لقينا ورقة مكتوبة، رسالة مكتوبة كاتبة مسؤول قائد في عرزة، مسؤول شرطة عرزة، بيقول له كالعادة رسل لنا أسماء الناس اللي ماتوا من الإرهابيين في المعركة والجرحى، وأسماءهم وأيضا مناطقهم بلدهم. لقيت الرسالة هذه وأخذتها وكلمت القاعدة. كان عمر يحيى اسمه، أول ما ذكرته هو من دون المجموعة اللي اشتركت فيه، ومحمود أباطريك اسم واحد، وعمر محمد أبو شنب، وعمر صوبة، وكبيرة، وكرر عثمان، الناس اللي كانوا اللي حضروا في المنطقة هذيك. رسلت وكتبت، أديتهم الرسالة، عمل اجتماع، قرأوا الرسالة، قال لازم يحاكموا الراجل هذا. قبر هويت. قبر هويت. أيوه.
وكبرات حسن انه الورقه دي ضاعت ساعت. في الحته او الناس اللي قتلها. بعدين في ناقش وقالوا دي تعتبر خلفيتنا دراوش مجتمع اكثر شيء مجتمع يتعاون معانا في دبلاس. أيوة. منطقه دبلاس ما عاد الدقالي. وقالوا الجماعه اللي حاكموه قالوا الجماعه ده المفروض واحد قال اعدام لان اي جاسوس يعدم. ايوه والرساله قاعد تقول كالعاده. ايوه كل حسبر تعامل معانا. ايوه قالوا لا ما ممكن احنا نعدم الراجل ده لانه علاقته باهل القرى اكثر من 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 قبل هوات. وقال حاكموه الف بر الف بر ده قريه كلها ما تدفع يعني عدد كبير مبلغ مبلغ كبير كلما تقارن بالروح تبقى ولا حاجه. خلاص ذاك واحد منهم راح شال فسيلته راح اذا ما تعدموا هذول ما يعدم. ايوه احنا عندنا قانون ابسط شيء حتى مش واحد جسس حتى لو واحد وجه بندقيه على سحبه يحاكم يحاكم. قالوا خلاص هو راح البقيه قالوا ألف ألف بر من ألف بر. طبعا مجتمعات المهم ناس واعين هم تقدر تقول اول ما حصل كل الناس اللي مشوا للرعي والمشوا للزراعه جو رجعوا للقريه وطلعوا التابوت ويعني حصل ضجه انه حيموت حيموت شخص يعني حيموت الشخص يعني. وهو يا مسكين يمشي يجري بعدين قال قعدنا كلها ما استنى. قال من 1000 بير 300 كذا ندتات ده لبس للأمهات 300 لل 300 للتابوت وال والقشيش دي وبرضه 100 بتاعت الرعاة و100 بتاعي فضلت على نذر. طبعا احتفلوا ما كانوا يتوقعوا انه يحصل كده الثورة يعني حصل تغيير فيهم. وحصلت الحكم بعد فترة انا جيت المنطقة دي برضه ماشيين وجايين. ايوه قال كنا مجموعه قال لي ما اعزل لكم. قالت لنا زوجته دكان عندهم دكان هو يبيت هناك والدكان هناك وكل شيء هناك يعني. جينا قالت لي صالح ورد اجلكم تعالوا نادي الحارس هذا تقدموا وروحوا اعمل لكم هنا. طبعا هي انا اعتبرت مكافاه المرد الخير اللي عملته الخير اللي عملته انت. بعد ما جينا تقدينا وجماعه طلعوا انا اشتريت لهم دفاتر وقلم عشان كنت اعلمهم كنت مدرس بنفس الوقت ادرس بفلوس وقت يعني في فيلم. اول ما طلعوا الجماعه دول بدات المعركه تمت خيانه تمت خيانه ضربوا. انا وحمد نقص قاعدين هنا وحمد نقص من اولاد سيام حمد نقص الثاني في حمد نقص عندنا الصغير. ذكرت مسيام اكثر من مره تفضل. ايه مسيام منطقه بتاعت جبرت هم أوكي. موجوده في في وسط ال جميل المعتل. ايوه اول ما طلعنا لقينا ادريس الواد مع السراج الله يرحمه ضربوه في في وقع جنبنا ايوه الله يرحمه وشاب صغير كان لا عمره يمكن ما يسوى 15 سنه. ايوه الثاني محمد اسمه من اولاد كوركور ذاك طلع والثاني طلع فضل مي انا واخويا محمد نقص. ايوه الكويس اياك ايام خريف في زراعه يعني باتجاه ده في مزارع واتجاه ده في مزارع. ايوه نحن الحته اللي ضربونا منها ما عاوزين نمشي دخلنا كده في كوماندوس وديلك مشتركين في معركة. ايوه يضرب ساكت على الهواء. كوماندوس مع مين؟ هم يقولوا في ميليشيات في كوماندوس في نفس الوقت. ايوه ما يحارب بعد بس هم قاعدين وكانه يحارب العدو. ايوه نسمع اصوات نحن. دخلنا في المزارع مشينا بعيد لقينا واحد طبعا ايام الناس مش في الناس اللي يرعوا الطيور. ايوه ايوه لقينا اقول احنا 20 نفر أفشي يجيب لنا مويه عشان ما يشوف طريقنا. ايوه
منه طلعنا والذي انتهت بشكل ده. بعد لما مشينا على الدوالع في نفس بعد اسبوع برضو في قرية جينا في المساء قلنا أنا ما نخش الرجال ما موجودين. حوالي الساعة 5 برضو ضربونا من هناك دول من الشيء بتاع الدوالع. ايوه لما ضربوا لما ردينا عليهم انسحبوا. أيوة. تكتيك بين الشوالم. أيوة. في المس بالليل لما دخلنا برضو ضربوا من نفس المكان من نفس من نفس رجعوا. اي رجعوا رجعوا. نحن حسي طلعنا رجعنا في خور طريق ثاني اتاهم عاملين كمين هناك. ايوه جينا قعدنا كده يوم ده كنا كتار الوقت ده عبد القادر بنجوس واحد بطل معروف على مستوى الجبهه. أيوة. هل معانا هو قلنا سر الليل القمر نقطة تجمع في حته الفلانيه حددها. أيوة. اول ما قمنا خلاص المعركه ضربت. ايوه الكويسه هم عشان خوافين ساتروا ساتروا كانت عاليه. ايوه لما يكون ساتر عالي يضرب هناك انت اذا عملت اسم شنو يمشي من ارتكاز. ايوه ايوه لما كتر انا افتكرت جماعتنا اللي قاعدين يضربونا من هنا يا اخي. أيوة. من جماعتنا قلت عملت حركه اول ما قمت في طرف بتاعت الخور في 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 حجره ضربوا الحجر والدي ضربوني في عيني. الحجر ضربك؟ لا الطلقه انفجرت. انفجرت الطلقه. ايوه الطلقه قوه الطلقه انفجر ضربوني. فالشظايا اللي جات شظايا تطلع على الشظايات. ايوه لما عملت كده انا ما لقيت عيني. شوف هذه ما, أيوة. ما كانت موجوده. واشوف وبعدين شو الدم من هنا. ايوه ايوه خلاص قلت له انا مضروب. اوكي واحد جون اسمه واحد معروف لو ما الله ستر انا شك في هاويه كده افتكرت عليه عاوز امشي كده معروف اسمه ده مسكنا حتى عور قال لي انا زعلت يعني كلمة عور. أيوة. آه الآن. أيوة. يعني هو ادخلها يعني ادخلها. أيوة. رد فعل هو رد فعل. أيوة. فعل. أيوة. لانه شاف سلوك ما سلوكك ما شايف انا مشيت. أيوة. في هاويه. أيوة. لو وقعت هناك يمكن تتوفى. ايوه مسكت كده تعور قال لي. أيوة. وما فما عنده خبر انا انك انت مضروب. مضروب ما عنده. أيوة. خبر. ما عنده خبر. اللي عنده خبر هو ادم. ايوه 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 من هنا مشينا. اثرت فيك نفسيا. ايوه هاي كلمه. ايوه كنت يعني انا مستمع لك وفي بحر قبل الاصابه وما تم بينكم وبين الجماهير وكيف عالجتوا مشكلة الحكم على إنسان بتهمة القتل تذكرت أنك أنت قلت هدفنا الأساسي من طلوعنا إلى منطقة المرتفعات مش المعارك بشكلها الأساسي بقدر ما احنا المجموعة الأولى اللي تقتحم من أجل تقريب وجهات النظر والمسافة بين الثورة وبين الشعب في تلك المنطقة. ما حد يعني أخش في الموضوع لكن خليها تعيش في ذهني وتعيش في ذهنك على أنه دي موضوع رواية موضوع درس في التاريخ علامة من علامات انتصارنا على ذاتنا في وآلامنا ونقطة تغير نقطة تغير. أستاذ صالح بكده احنا انتقلنا بك من مسار إلى مسار جديد. المسار الجديد طبعا تقدير للوقت ومحاولة الوصول للب الموضوع أنت انتقلت إلى كسلة وانت بتنتقل لكسلة كانت في جنود بتخش لكسلة كانت المناطق بتعيش أزمة إثيوبيا علت درجة صراعاتها في إريتريا التنظيم في حد ذاته أصبح ما بحجم التحديات الموجودة في تلك المرحلة في هزة داخلية في لأنه في هجمة قوية وكمكن كانت منطقة سرائية واضحة جدا التحالف الموجود بين الكوماندوس وبين طور سراويت والميليشيا كان ده يعني بيأكد أنه لازم يتم تغيير لازم يتم إجابة على أسئلة يومية بتواجه الناس. توصلتم أنتم في هذه اللحظة أنك وصلت لكسلة وجدت الجنود ماذا وجدت ماذا كان موقفك؟ ما هي التحديات اللي كانت موجودة؟ وبالضبط نسمع عن حركة الجنود كوعاء لهذه المرحلة اللي غيرت مسارات كثيرة جدا في الثورة الإريترية. تفضل. يعني انتفاضة
هي انتفاضة جنود وانتفاضة الجماهير، لأن الجماهير ذاتها كانت مستعدة، احتدت هذه الانتفاضة، لولاها ما كانت نجحت الانتفاضة. أنا لما سألتني حضرتك المعركة اللي انجرحت فيها ربطتها مع المعارك اللي حصلت مع الميليشيات، لكن هي اصلا هي ما بعد ما بعد الانتفاضه، مش قبل الانتفاضه. ما بعد الانتفاضه، ما بعد الانتفاضه. اوكي لكن الانتفاضه انا بعد تصحيح ضروري. اوكي، الانتفاضه حصلت الساحه اللي تحولت لكونتينات زي ما قلتها، كونتونات منطقة مقفولة كل واحدة يعني خاصة المناطق خاص به. أيوه. وكلما مرة الناس بقت تبتعد من بعض. أيوه. وده هو انعكاس للصراعات الموجودة في المجلس الأعلى. أيوه، ليه؟ صراعات السلطة. ليه يعني إيه العلاقة بين المجلس الأعلى وبين المناطق؟ المجلس الأعلى والقيادة الثورية. بس على إدريس محمد آدم كان تابع للمنطقة الأولى. المنطقة الأولى تابع عليه وهو تابع ليها، أو عندهم علاقة يعني. واحد يعني. الولاء ليه. الولاء ليه. أوكي. حتى في التركيبة المنطقة الثانية كان تابع لإدريس كلاجوس. المنطقة الثانية. الثانية. أيوة. المنطقة الرابعة كان تابع لمحمد علي عمره. اللي عثمان صدى الله يرحمه بالضروره. عثمان صالح سبيع. ايوه، كان تابع عليه. ايوه، اذا المناطق ده بتجي بتلقى دعم المادي وايضا السياسي. والمنطقه الثالثه كان تابع لمين؟ ما عندها جهه تدعمها. ما عندكم جهه في المجلس الاعلى؟ هنا في المجلس الاعلى ما كان عندها. انتم ضحيه الضحايا. انتم في الضحايا. والخامسه بعد ما جت ايضا. ايوه، الخامسه جت بعد في شهر 7/10/66 ولا ما. السرية المساعدة كانت مع مين؟ دول هم مفروض يكون مع الجميع. وجهاز التسليح. جهاز التسليح. أيوة، هناك في هيئة التدريب عمر دابر. أيوة، المقرد يعتبر للجميع. أيوة، الجلود وطيارة كانت لجهة المساعدة. أيوة، عشان يساعد المناطق. أيوة، هنا حصل اشتكت القيادة المنطقة الثالثة لأنه بطيارة والمساعدة ما قاعد تساعدهم. رفض مساعدة. مجموعة أبو طيارة بقيادته رفضت تمارس دوره في مساعدة المنطقة الثالثة باعتبار محتاجين أنتوا. أيوة. إمداد، محتاجين دعم، محتاجين كل دعم. أيوة، قوة داعمة. أحيانا في المنطقة الأولى حجموسة كانت تعاون باعتبار قريبي هو بتاع بركة العالكة. أيوة، واحد اسمه حامي الشريف. انت قلت حجموسة كان بيتعاون مع الناس. تعاون معنا. أيوة، هو شخصية طيبة كانت حتى. أيوة، يعني احنا عاهدنا به في الحركة الطلابية في كسلة. أيوة. أيوة. حامي الشريف اسمه كان ده في منطقة البركة العال برضو معاه، ولكن أيوة اكتر شيء ده كان يتعامل. اذا كانت تشتكي من منطقة ثالثة. أيوة، اولا من قصور في 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 الامداد. امداد. ثاني حتى كانت تشتكي من القاعدة الثورية، كانت تنظر عليه حتى في مسألة من يوزع الملابس. أيوة، أيوة، كانت تميز بينهم. جنود المنطقة الثالثة لما يجوا كسلة ما كانت تعاملهم تعامل يليق بجنود والناس واحتياجاتهم. أيوة، ده كتكف الشكاوي منطقة الثالثة. أيوة، من دول الخلافات. أيوة. منطقة الرابعة كانت تشتكي من منطقة أولى، لأن جنودهم لما يعبر عن طريق المنطقة الأولى كان يعني ما كانت تخلي الجماهير المنطقة الأولى تتعامل معهم. أيوة، خاصة أصحاب الدكاكين. طيب، هنا كنت قاعد تشرح المشاكل كانت موجودة في المناطق. أيوة، اللي سببت الانتفاضة. أيوة. طيب، منطقة الثانية كان عندهم خلاف حدودي مع المنطقة الأولى. اوكي، منطقة حدود. ايوه ده جانب من المشكله. من المشكله الثانيه زي ما قلت لك مساله بتاع الانقسامات. ايوه، كانت سبب اكبر، وهذه التحديات تحتاج الى انه الناس لازم تكون جيش واحد، ما ممكن يكون تمييز بين انا حوقفك في الحته دي واسالك سؤال يساعد لتوضيح المسألة عشان ما أسأل سؤالين مع بعض. هذا العمل ده هو في مساره،
هل تكونت قيادة لحركة الجنود؟ هل الجنود جلسوا مع بعض، فكروا مع بعض، كان في إطار يعني يبدو عليه شكل تنظيمي؟ جميل. هو الاتفاق الجنود كان سبب في منطقة ثالثة أصلا، هذا التمرد اللي حصل. أيوة. جنود نحن لما جينا في كسلة، أيوة، حصل هذا التمرد. وأيضا بعد المنطقة الخامسة اللي ما عندها نفس الحالة، دي منطقة جديدة بدأت، منطقة جديدة. أيوة. برضو برضو عندهم احتياجاتهم. أيوة. بدأت كده وشكلنا لجنة في عمل الاجتماع. أولا أيوة. أول اسبوع كان في جنود، مقر الجنود، بيت الجنود، المنطقة الثالثة، بيت الجنود للمنطقة الثالثة. كان عندكم بيت؟ نحن عندنا بيت، أولى عندهم بيت، خامسة كان عندهم بيت، ثاني برضو كل واحد عنده بيت. أيوة. تجتمعوا فيه، زاد حالة لوحدها ما طبيعية لثورة واحدة. أيوة. عندها خمسة بيوت في كسلة. حتى أنت لما تجي مريض من هناك اللي يلقى مساعدة والما يلقى مساعدة، اللي عندهم ناس وما عندهم ناس، اللي يجي من المنطقة الثالثة ما عندهم ناس في كسلة، على الأقل ناس من بر من مخفضات. دي أزمة حقيقية، عندهم أهل دي أزمة حقيقية، إذا ما تعامل معاهم يقدر يأكلون. إحنا ما كان عندنا ناس. طيب الاجتماع التنظيم، عمل اجتماع وكونا لجنة. أيوة. واللجنة دي قامت بعمل، في اللجنة دي كان معنا عبد الله تولودي، كان يرأس تولودي كان يرأس اللجنة، وعدري الشريف، عبد الله، عبد الله أبو بكر، عبد الله أبو بكر، حسين، وحسن سهل الشغبان، عدد كبير. أيوة. حسا ما يذكر عنهم، كل واحد جاي من المنطقة. أوكي. ما كان فيه. بعد الاجتماع هذا قررنا إحنا نقوم بحملة تعبئة داخل الجنود. داخل الجنود. حسب القيادة الثورية حضرت الاجتماع، رسلت مناديب سالم مكرينت، واحد اسمه إبراهيم منجوز كان مندوب. إبراهيم منجوز. أيوة. وحرامي تاي. حرامي تاي. أيوة. الفك أسره أخذوه. الله يفك أسره. شعبي خطفتوه. أيوة. قالوا. الجماعة دول جو، حصل خلاف بينه وبينهم. قال انتوا لازم تطلعوا ضربوا حرامي تاي، واحد بعصاية ضربه مسكين. والسياس كان حاضر في الاجتماع هذا، السياس كان معاكم في الاجتماع، السياس كان، ومحسن اسمه برضو من صف الضباط اللي جم خريجين من سوريا، محسن. أيوة. مجموعات كاملة. انا السياس، نحن قفلنا الباب عشان ما يهربوا القيادات دول، القيادات اللي جوكم. أساس كان رجع من الصين في هذا. كان رجع من الصين. أوكي. بعدين هو طلع من هناك. طلع لما المعركة شدت. أيوة. وأنا كنت نسيت، هو ذكر لزميلي في كينيا. أيوة. قال له أنا، أنت وصالح سليمان لما كنت تعمل شغب. أيوة. قال له يعني. أذكركم يعني. ذكر له يعني. أيوة. قال أنا الحمد، قال له أنا سفلت كامس لني. أيوة. سري أخو، قالوا برضو أنا. قالوا صالح سليمان زميلك. أيوة. أيوة. أنا بعرف مثل ما كنت على مكان سالح سليمان وعيسى موسى كان معاك وعملته مشاكل. أيوة. تأكدت أكثر ما عندي معرفة مع سياسة أيام ذاك. ما عندك. ما كان معروف ولا. بعده نحن عملنا اجتماع، شكلنا لجنة نكون نتحرك في السودان. قفلوا مقر حقنا. أيوة. قفلوا مقر منطقة. مين اللي بتكفل؟ القيادة الثورية. أيوة. قفل ما في تعاطف في داخل القيادة الثورية من أي جهة معكم؟ ما في تعاطف، كلهم أخذوا موقف منك. معناه أنتوا نوالي ثورة جديدة في داخل الثورة. أيوة. القيادة الثورية سعيد سابر، جماعات كانوا. أيوة. اللي ما أعرفهم. أيوة. لكن إحنا لما كونا اللجنة عشان نتحرك ما قفلوا. بعدين اجتمعنا باللجنة الفرعية بتاع جدة بتاع كسلة. طيب هنا بنتكلم يا السنة. 68 68. بداية 68. أيوة. التقينا طيب بداية 68 في نفس الفترة برضو كان في تحرك الإصلاح. كلنا هم يتحركوا هنا، هم يتحركوا على مستوى فوق، إحنا نتحرك على مستوى الأرض، كل واحد حسب طبقته. أيوة. فعشان نفهم كويس أنه حركة الإصلاح ودي مسألة يعني عندنا في وسائرنا في غطيناها. غطينا عن التجربة، لكن حركة الجنود هي في هذا المسار بتاع ملامح في التاريخ الإريتري، يمكن أنت أكثر واحد تفصيليا بدأ يتكلم عنها بهذه الدقة، لأنك أنت كنت طرف أساسي فيها. أيوة. فانتشرت دلوقتي في السودان، انتشرت في السودان، تم قفل المكتب بتاعكم، أصبح ضغط عليكم. هل كان في جهات أمنية بتطاردكم في هذه المرحلة؟ في مطاردات كانت. أنا جاني واحد قريبنا. أيوة.
قال لي احسن تتوقف من العمل هذا، أيوه. وناس بيتابعوك. قلت له يا اخي ما زعلت من انا، اعتبرته يميل عليهم. ايوه الحقيقه هو ما كان يميل، بس انا حسيت انه يرسله مع انه المفروض يقف معانا كجندي يعني. طيب معليش عشان اربط المساله دي برضو، كان في اغتيالات تمت في كسلة في هذه المرحله، هل ده صحيح؟ والله في ناس يقولوا حكموا علينا بالاعدام، لكن من نجله الجنود مننا لا، ما من نجله الجنود يعني، كان في مثلا الحادثه بتاعت حفا ولدايوه منفصله هي، لكن في الزمن عشان الناس تتابع ذاك بعد القياده العامه اللي اختاروا الجماعه دول بعدهم، بعد القياده العامه. اوكي اوكي، معنا نتكلم عن 69 احنا كده. ايوه هذه الحكومة. اوكي اوكي طيب واصل. المهم كون لجنة لما قفلوا قررنا اتصلنا بلجنة فرعية لجنة فرعية اللي جابت حرية ريا في 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 كسلة في كسلة. ايوه ايوه واحد اسمه حامد يوسف ومحمد برهان كان ترزي مجموعات قالوا نحن الجلود الجرحى والمرضى نحن كل واحد حنوزعهم في البيوت. ايوه نصهم رسلهم قربة، نصهم رسلهم حلفة، نصهم وزعوهم هناك. أيوة. اعتبروهم كناس يعني كابنهم. ايوه يمكن اعتقد حادثة هذا ممكن تحدث في اي في اي في, في اي مجتمع. ايوه سائر انسان قريب تمشي تسكنه معاك ولا حصل العمليه دي. في الاخير كونا لجنه وزعنا نفسنا، انا أيوة. كلفت انا وعبد الله تلوتي. ايوه واحد من المنطقة الأولى ما ذكر. طيب التفاصيل دي يعني مهمة، لكن أنا عايز أوصل ما هي المطالب الأساسية لحركة الجنود؟ جميل. المطالب الأساسية هي إلقاء المناطق. إلقاء المناطق وقيادتها. إلقاء المناطق؟ أيوه وقيادة قيادة. مع القيادة. مع القيادة. عقد مؤتمر. عقد مؤتمر تنظيمي. تنظيمي. للعسكر يعني ولا؟ عسكر تنظيمي. تنظيمي أيوه. اختيار قيادة واحدة وجيش واحد. ايوه القاء المناطق. ايوه واقامه جيش واحد. ايوه وتنظيم واحد. ايوه وحقد المؤتمر. مؤتمر مؤتمر عام تحضروا المجلس الاعلى يحضروه. المجلس الاعلى يحضر. اوكي هذا طيب. ايوه اما الاصلاحين لا انا ما حتكلم عن الاصلاحين. أيوة. عايز اتكلم عن حركه الجنود فقط. ايوه من هنا بالمطالب احنا طبعا اقنعنا الجنود حقنا ونقول مشيتوا واقنعتوا كل الجماهير وحاولتوا توصلوا صوتكم. ايوه مشينا بورسودان، وزعنا نصوم لبورسودان نصوم لخرطوم. أيوة. كل الحتات اللي بورسودان كانت في حادثه هناك، كان في اجتماع مهم مسجل في تاريخ لحركه الجنود. أيوة. ممكن ده ممكن الفتره اللي انت جيت فيها. ايوه في انا جيت في بورسودان وعبد الله تلود تاريخنا. ايوه جينا لابراهيم محمد علي المناضل لابراهيم محمد علي. ايوه قلنا له احنا لجنه الجنود وحابين نلتقي بالجنود هناك. ابراهيم محمد علي يقرن اسمه بحزب العمل، يقرن اسمه باليسار الاريتري. ايوه. يقرن اسمه ب يعني قياده المجلس الثوري. ايوه. فانت بتقابل شخصيه يعني مهمه جدا في مرحله التغيير ومحاولة إعادة صياغة تجربة الجبهة التحريرية. كيف تعامل معك المناضل إبراهيم؟ أول ما جينا قال فين رسالة؟ أيوة قلت رسالة من فين؟ قال من قاعدة سوريا. قلت حتى أنت قاعدة سوريا والمجلس على بوضوح في طرح. أيوة أيوة إذا كده أنا كيف أسمح لكم؟ قلت أنا في الأخير قال أنا حسمح لكم تخشوا بيت الجنود وتلتقوا بالجنود، والكلام ده ما يطلع من هناك لانه بورسودان منطقه حساسه. ايوه اي مشاكل تحصل في المنطقه ده حيعرض التنظيم للخطر. ايوه اتفقنا اللي حصل ايه؟ التقينا بالجنود. ايوه طبعا تحمسوا، ما في واحد شفت الاختلافات على المناطق ده. ايوه على مستوى الجنود ما في، ما في على مستوى واحد جماهيري ما أيوة. كان. ايوه تحمسوا وقالوا نحن مستعدين نطرح الميدان. ايوه وكان كل واحد من الريال اللي كان يدوهم كل واحد قال 20 قرش فر علينا احنا عشان نرجع بهم للمواصلات. ايوه قبلوا حضوركم، تحاوروا معاكم،
بل بالعكس تعاطفوا معاكم وساعدوكم الجنود وهم كلهم جايين من مناطق مختلفة، لكن شايفين هذه الحركة وهذه القيادة ماشي في الاتجاه الصحيح، رجعتوا كسلة. نرجع لكسلة. لا، في حادثة حصلت هنا. اتفضل اتفضل اتفضل. في أثناء احنا أول ما طلعنا إبراهيم محمد علي قال لنا ما طلعوا من الجنود. أيوة. ما طلع حسن واحد محمود إبراهيم اسمه واحد حلاق، نحن قاعدين معاه ناداه كبريتاي وقال له في أمن المناضل الكبريتاي الله يرحمه. أيوة. قال له في أمن تحت الجبهة. أيوة. أنا ما أذكر أسمعهم. أيوة. وصلوا بالسودان وأيضا سلاحين قاعد يتحرك في المنطقة دي، عشان كده أبعد من الجماعة دول لأنه الأمن قاعد يتابعهم. عفوا، إصلاحين ولا حركة الجنود؟ حركة برضه الإصلاحين. الإصلاحين وصلوا. قاعد برضه الإصلاحين قال وصلوا. وصلوا. وقال له الكلام ده. أيوة أوكي. فناداه رجع قال لنا يا أخي أنتوا أعمل حسابكم، يعني جاء أمن حيختطفكم. رجعنا عملنا اجتماع بالجنود. الكلام ده للجنود. للجنود. أيوة. قال إبراهيم محمد علي لازم يجي. أوه. تسلم إبراهيم وجاء حدا الاجتماع. إبراهيم جاء الاجتماع. إبراهيم جاء الاجتماع. أيوة. نحن نتكلم قلنا حصل كذا كذا، إبراهيم قال أنا ما حصل لا أمن ولا حزن. الجماعة لحد ما يطلع من بورسلان على مسؤوليتي. موقف. والكلام ده مين قال الكلام؟ قال كبريتاي قال الكلام. أمامك تخبي حاجة. كبريتاي قال قاعد هناك. ما رد. المهم قال على العموم الكلام ده اللي طلع غلط ونحن ما عدت حركة الجنود لحد ما يخرج من بورسلان على مسؤوليتي. أيوة. بعده رجعنا كسلة. أيوة. وعمل اجتماع في مقر المنطقة الأولى. أيوة. دي ناس محمدية طبعا ما كانوا متحمسين لحركة الجنود. لحركة ما في حاجة، يعني إذا كان شعاركم تشيلوا المناطق وتشيلوا القائد. أيوة. فما ممكن يتعاطف معه. هذا كل يمكن أكبر اجتماع عمل له الأمن بتاع الجبهة كان هناك. يعني أنت كنت في قيادة هذه المجموعة. أيوة. اللي عملت الاجتماع. أيوة. أنا وطلودي وعبد الحسن كان معانا. أيوة. واحد برضو أمان إليس وما. أيوة. بعد مش منطقة القائد سوا. أيوة. قبل عملنا اجتماع كلهم قاموا، يعني كل واحد يطلع من هنا. أيوة. يرجع لمنطقته. أوكي. من هنا نحن ما حنقعد هنا. ويقول هذه الصورة ل في 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 حداته على أساس كده كلهم قاموا. ما في واحد انتظر، حتى الناس اللي اشتروا شدة بنفسهم ناس طلعت الميدان. طيب حركة الجنود، حركة الإصلاح باختصار لحفظ للوقت، توصلت لي بنسمع احنا عن مؤتمر عنسبة على دايب، مؤتمر أدوبحة، الثلاثة دي قبل مؤتمر عواتي. هل انتم مطالبكم دي وهل مطالب الإصلاح وهل هذه الهبة اللي هي يعني أثمرت إلى أنه ينعقد مؤتمر؟ جدا. وفي الأخير احنا عندنا دقيقة واحدة في الحتة دي. أيوة. أيوة. أيوة معناها أنه في إنجاز تم في هذا المشروع. طيب حنحاول يعني ننهي هذه الفقرة ونعود في حلقة أخرى، وحتكون الحلقة الأخيرة اللي تتضمن كل هذه المسارات وما أوجدت اليوم وأهم القضايا في هذه المرحلة. بنتكلم دلوقتي احنا على 98 مشارف 69. هو أخذ تابع وطني ارتباط وكسر أيضا حقق مكاسب سياسية ويتعامل معها أيضا للأسف الشديد كإثني كأدي إثنيها شجعوهم. ماذا تعني بصنيعة المسلمين؟ هل المسلمين عندهم دور في سلف الأنسان؟ هل في حزب العمل في داخل الجبهة؟ ده سنة 80.